الرئيس السيسي يلتقي بنظيره الألماني في العاصمة برلين. رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الخدمية والتنموية في الشرقية. وصول أول ناقلة نفط سعودية إلى ميناء عدن اليمنية. الثانية عشرة ظهرا العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، تحياتي لكم. والبداية ستكون من العلاقات المصرية الألمانية على ضوء زيارة الرئيس السيسي لبرلين. يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته الرسمية إلى العاصمة الألمانية برلين لليوم الثاني على التوالي، حيث التقى الرئيس منذ قليل مع نظيره الألماني في القصر الاتحادي الفيدرالي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطور التعاون بين مصر والشركات الألمانية في المجال العسكري والأمني، وخلال استقباله لعدد من رؤساء الشركات الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية، أشار الرئيس إلى حرص مصر على تطوير التعاون مع الشركات الألمانية في هذا المجال بما يساهم في تعزيز القدرات المصرية على حماية الأمن القومي المصري. ومن جانبه ثمن رؤساء الشركات الألمانية التعاون القائم بين مصر وألمانيا والحرص على دفع هذا التعاون وتطويره على مختلف المستويات خلال الفترة القادمة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية عملية بناء الوعي لدى شعوب المنطقة لإدراك واقعها الفعلي. جاء ذلك خلال استقباله رئيس مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين. وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن رئيس مؤتمر ميونخ وجه الدعوة للرئيس السيسي للمشاركة في أعمال الدورة القادمة لمؤتمر ميونخ للأمن عام 2019 مواكبة لتولي مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي خلال نفس العام لتعزيز التنسيق والتشاور مع مصر إزاء القضايا الإقليمية المختلفة. تعود العلاقات الدبلوماسية بين مصر وألمانيا إلى عام 1957 وتربط بين البلدين اهتمامات ومصالح مشتركة، منها عملية السلام بالشرق الأوسط والتعاون الأورومتوسطي، فضلا عن مشروعات الطاقة لترتقي العلاقات المصرية الألمانية إلى الشراكة الاستراتيجية. تاريخ طويل من العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين تحول على مدار السنوات الماضية إلى شراكة استراتيجية في مجالات عدة، كان على رأسها المجال الاقتصادي، حتى صارت مصر ثالث شريك تجاري لألمانيا في المنطقة العربية. وساهمت العلاقة المتميزة بين البلدين في اقتحام المؤسسات الألمانية الكبرى السوق المصرية بالاستثمار المباشر أو بالتعاون مع الحكومة المصرية في المشاريع القومية الكبرى ضمن خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وأبرزها الشراكة مع شركة سيمنز العالمية في تنفيذ مشروعات الطاقة الكهربائية خلال الأعوام الماضية. في الحقيقة كانت شراكة في مشروع ضخم لتوفير 40% من احتياجات مصر للطاقة الكهربائية بطريقة مستدامة وعصرية ومنفوقة. كان هذا دور سيمنز ونحن سعداء وفخورون بوقوفنا سويا بجانب الرئيس السيسي خلال إطلاق المشروع رسميا. ناقشنا واتفقنا على 8 مشروعات للطاقة المتجددة في مصر والتي ستوفر 2 جيجاوات من الطاقة، وفي حال تقسيم العقد الإطاري لمشروعات بعينها فسنقيم مصنع توربينات الرياح في منطقة قناة السويس. وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية
بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 5,814,000,000 يورو مقارنة ب 5,568,000,000 يورو عام 2016، محققا نسبة زيادة قدرها 5%، فيما تبلغ الاستثمارات الألمانية في مصر حاليا 641,000,000 دولار في عدد 1,080 مشروعا في مجالات الصناعة والخدمات والزراعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل. كما يبلغ إجمالي الاستثمارات المصرية بألمانيا 35.5 مليون دولار في مجالات التمويل والأدوية والأثاث والأجهزة والمستلزمات الطبية والسياحة والتجارة. وتأتي تلك الطفرة في التعاون الاقتصادي بين القاهرة وبرلين في النظرة الألمانية إلى مصر باعتبارها أحد أهم شركائها بالمنطقة في مجال التعاون التنموي وأحد أكبر الشركاء على مستوى العالم نظرا لكثافتها السكانية وارتفاع نسبة الشباب فيها وقيمتها السياسية بالنسبة للمنطقة وكذلك لما تحظى به من إمكانات اقتصادية، إذ تقدر ألمانيا قيمة التعاون التنموي الحالي بنحو 1,700,000,000 يورو في صورة منح وقروض. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا سيادة سفير نبيل بدر وهو مستشار وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. سيادة سفير، بعد التحية يعني دعني أبدأ معك الحديث عن نقاط القوة التي تجدها مصر في ألمانيا والعكس صحيح أيضا في هذا التوقيت تحديدا في طبيعة العلاقات بينهما. الحقيقة أعتقد أن هذا بيت القصيد الذي يتعامل به بطبيعه الحال. اولا المانيا ترى في مصر دوله مستقره ومتطوره في نفس الوقت، بمعنى ان الاستقرار ثابت ومعروف وان ايضا التطور واضح في محاوله التاكيد على هويه الدوله القوميه الوطنيه، وفي نفس الوقت التطور الذي يحدث في النطاق السياسي وفي النطاق الامني وفي النطاق الاقتصادي وايضا في النطاق الاجتماعي. ليس هذا بعيدا عن التقدير الألماني. العنصر الثاني أن هذا الاستقرار في حد ذاته يمثل بالتأكيد ركيزة مهمة في المنطقة تدفع إلى السلام وليس إلى الصراع، هذا من ناحية. الأمر الثاني أنه قابل للتطبيق في دول أخرى في المنطقة تنظر إلى التجربة المصرية باعتبار أن مكوناتها قابلة أن تطبق، خصوصا ومنطقتنا تعاني من اختلالات كثيرة سواء كانت نتيجة لتراكمات تاريخية أو لأخطاء سياسية وقعت أو لاضطرابات في الفترة الأخيرة. الأمر الثالث المصداقية المصرية والجدية الواضحة جدا في تنفيذ قضايا التطور على المحاور السياسية والاقتصادية وغيرها. قضية المصداقية هنا قضية هامة، يعني إذا أخذنا مثلا موضوع الطاقة أو محطات الكهرباء التي تمت بالاتفاق مع شركة ألمانية، نلاحظ بالتأكيد أن الجدية كانت واضحة تماما، الالتزام بالمواعيد، حل المشاكل، البعد عن الفساد، كلها أمور لا شك كان لها مردودها، وهذا الأمر ثابت أيضا في مجمل التعاملات الألمانية مع المنطقة. ثم في موضوعين هامين، موضوع مكافحة الإرهاب
ليس هناك نفاق أو ازدواجية في التعامل، واضح تماما الحسم والانطلاق من قاعدة فكرية سياسية تنفيذية لا شك أنها تنال موافقة الجمهور المصري وتخضع أيضا بمتابعة وتقدير من دول المنطقة ومن دول العالم. إذا أخذنا مسارات أخرى في ملف الهجرة الذي تهتم به ألمانيا، هناك أيضا تحرك مماثل يحظى بنفس هذا التقدير، بمعنى أن هذه العوامل في مجملها تجعل من مصر لا شك شريكا مناسبا. ثم الامتداد المصري إذا صح التعبير في أولا منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، أفريقيا وهي على وشك أن تنال رئاسة الاتحاد الأفريقي في العام القادم كما هو معروف، ثم في النطاق المتوسطي، يعني مصر دولة متوسطية كما هو معلوم، وبل إن كانت لها مبادرات في الموضوع المتوسطي تعود إلى بدايات التسعينيات من القرن الماضي، بمعنى أنها لم تكن وافدة أو مجرد مشاركة في هذا المحفل في مرحلة متأخرة. هذه كلها تجعل هذه النطاقات ذات دلالة. إذا أخذنا البعد الاقتصادي فضلا عن مزايا الجيوستراتيجية للموقع المصري ومزايا موقع قناة السويس، مصر عضو في الكوماسا شرق أفريقيا، في ساداك دول الجنوب الأفريقي، ثم في دول غرب أفريقيا كذلك. ومن ثم الدلالة هنا، أولا مصر كسوق كبيرة واعدة، الأمر الثاني انسياب هذه المشروعات وما يمكن أن تحققه ألمانيا في ظل العوامل التي أشرت إليها على النطاق الأفريقي والشرق الأوسطي. في نقطة أخرى مهمة يتعين التأكيد عليها في هذا السياق، التجربة المصرية تساوي ضمن أمور أخرى البعد الإنساني الدولي الذي يتمثل ليس في صراع الحضارات إنما في لقاء الحضارات، في التسامح بين الأديان، في التعايش. ما يعني ذلك بالنسبة للسلام؟ والقضية ليست قضية شكلية أو قضية كمالية، هي قضية وثيقة وألمانيا تدركها جيدا ولها نشاط فيها، بمعنى أن هذا الملف له أهميته في الواقع الألماني المهش نتيجة للتشكيل أو للهجرات إلى آخره. ثم أيضا بالنسبة للمستقبل دور الأزهر، ونسترجع هنا أيضا اتصالات وزيارات سابقة ولاحقة في هذا الإطار قابلة للتكرار. يعني أود هنا أن ربما أشير، أنا سبق لي أن تفاوضت مع ألمانيا في اتفاقية ثقافية في مرحلة ما، كان لهم ترحيب كبير بأن يكون لمصر مركز ثقافي في ألمانيا يتناول ليس فقط الخلفية الثقافية الغنية لمصر كدولة وكمجتمع، إنما أيضا البعد الإسلامي والتسامحي وما يمثله أيضا من نطاقات لها أهميتها في الواقع الألماني ولها تقديرها واحترامها في كلها. هذه في مجملها تعطي صورة لخلفية، فضلا عن الخلفية التاريخية تثري وتشجع الألمان على الاهتمام بالدور المصري والتعامل معه والترحيب بتصعيده وبتنميته. مستشار تفضل. هي علاقة تساوي كما يقال بالإنجليزية اللي هي win win relationship، يعني كلا طرفين يحقق مكاسب مهمة من ورائها، وهو ما تدركه بالتأكيد السياسة المصرية. سيادة سفير نبيل بدر، مستشار وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أنا بشكرك شكرا جزيلا.
وقد بدأت مصر بالفعل مسيرة جادة نحو بناء مستقبل مشرق لأبنائها، ونتطلع فيها لدعم قوى من شركائنا وفي مقدمتهم ألمانيا. ويسعدني في هذا الإطار أن أشيد بما تشهده العلاقات المصرية الألمانية من طفرة في مختلف القطاعات، فضلا عن قيام العديد من الشركات الألمانية بالمساهمة في مشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر حاليا. أنني أتطلع لأجل تطوير الشراكة المصرية الألمانية والالتقاء بها نحو آفاق أرحب من التعاون الذي يلبي تطلعات الشعبين المصري والألماني الصديقين. إلى الشأن المحلي، حيث شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على أن الصحة والتعليم على أجندة الأولويات للدولة، وخلال تفقده لمستشفى الحروق والتجميل ومبنى الغسيل الكلوي بهيهيا في الشرقية، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول الخدمات التي يتم تقديمها بالمستشفى، كما اطمأن على تقديم الخدمة الطبية للمرضى هناك. وجه رئيس الوزراء بسرعة صرف تعويضات المقاولين لاستكمال تنفيذ معهد الأورام بجامعة الزقازيق، وخلال تفقده لسير العمل بمشروع إنشاء معهد الأورام التابع لجامعة الزقازيق، حيث كان المشروع شبه متوقف نظرا لتأخر صرف تعويضات المقاولين، أجرى رئيس الوزراء اتصالا على الفور بمسؤولي لجنة صرف التعويضات المقاولين، وأمر بسرعة إنهاء الموافقات خلال أسبوع وصرف التعويضات المستحقة لمقاولي المشروع. كان رئيس الوزراء قد بدأ جولته في محافظة الشرقية بتفقد توسعات الصرف الصحي بالزقازيق، ولافتا في الوقت ذاته إلى أن المشروع يخدم نحو 1.2 مليون نسمة بتكلفة تصل إلى 600 مليون جنيه. وأكد مدبولي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا في هذه المرحلة بمشروعات الصرف الصحي، ولا سيما بقرى مصر. رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددا من الشائعات المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية المختلفة خلال الفترة من 23 من أكتوبر الجاري وحتى 29 من الشهر ذاته. وفي هذا السياق نفى المركز الإعلامي ما تم تداوله حول اتجاه الحكومة لزيادة أسعار الكهرباء خلال العام الحالي، كما نفى إلغاء نظام البوكلت في امتحانات الثانوية العامة. ونفى أيضا المركز ما أثير حول تفشي وباء الالتهاب السحائي بمحافظة جنوب سيناء. أكد النائب الأول لرئيس البنك الدولي محمود محي الدين أن مصر قادرة على تحقيق الأهداف التي حددتها استراتيجية التنمية لعام 2030. وقال محي الدين أن رؤية مصر 2030 تعتمد على قاعدة بيانات جيدة، ومشيرا إلى أن استراتيجية التنمية في مصر قابلة للتنفيذ، كما نوه إلى ضرورة ألا يقتصر التركيز في مسألة البنية الأساسية على الطرق والمرافق المختلفة فقط، لكن أيضا على تكنولوجيا المعلومات والاستخدامات الجديدة للتطبيقات والتي أصبحت أكثر شراهة للاستثمارات الضخمة في هذا المجال.
انطلقت فعاليات ملتقى شرم الشيخ السنوية للتأمين وإعادة التأمين الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين تحت شعار نشر الأفكار الثمينة، ويهدف الملتقى لتوفير فرصة للوفود المشاركة للاستفادة من تجارب الأسواق المختلفة، كما يعد إطارا لتحديث المعارف في مجالات التأمين المختلفة والوقوف على أهم وأفضل الممارسات في مجال الصناعة وتأسيس آليات التعاون بين أسواق التأمين وإعادة التأمين بالعالم. الاقتصاد المصري بيتحرك في اتجاه إيجابي. الاقتصاد المصري نهى السنة الماضية في 30/6/2018 بمعدل نمو 5.3%، يعتبر من أقوى معدلات النمو في القارة الأفريقية وفي منطقة الشرق الأوسط. متوقعين إن شاء الله بإذن الله على 30/6/2020 إن شاء الله بإذن الله نعدي 6%، ونشتغل على إنه هذا النمو يكون سستين في استدامة من خلال إنه القطاعات المكونة لهذا الاقتصاد تتحرك مع بعضها، ومنها قطاع التأمين بالتأكيد، لأنه اللي عملته مصر في خلال السنتين من 2016 لدلوقتي جنب مصر ما تشهده الأسواق الناشئة. احنا شايفين دول اضطرت انها ترفع معدلات الفايدة، وصلت في الأرجنتين ل60% ورفعته في ليلة واحدة ب15%. تهدف مصر من خلال الرؤية الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية إلى بناء اقتصاد سوق يتميز بالاستقرار الكلي وقدرة على النمو المستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع، ويعتمد على المعرفة والابتكار والقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية وتعظيم القيمة المضافة وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، مما يرفع من معدلات النمو الاقتصادي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. ويعد وجود قطاع مالي غير مصرفي متطور وحديث أحد المقاومات الرئيسية لنجاح عملية التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، ويعزز من مكانته كأحد أذرع القطاع المالي المصرفي وبصورة تتكامل مع دور القطاع المصرفي. تكشف الأرقام الاقتصادية والإحصاءات الرسمية أن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي المصري تبلغ ما نسبته 1% فقط، وهي بلا شك نسبة متواضعة قياساً بنسب مساهمة هذا القطاع الحيوي في اقتصادات دول أخرى مماثلة لا تقل مساهمتها عن 3% أو 4% من الناتج المحلي الإجمالي. عقدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم اجتماعا بأعضاء اللجنة الوطنية لإعداد قاعدة بيانات متكاملة للمصريين بالخارج. وأكدت الوزيرة ضرورة التكامل وتضافر الجهود بين كل الجهات المعنية في هذا الملف للانتهاء منه بالشكل المطلوب، ومضيفة أنه يجب التغلب على أي بيروقراطية قد تعيق تدفق وتبادل البيانات الخاصة بالمصريين في الخارج بين الجهات المختلفة لتحديث وتوحيد قاعدة البيانات. وقالت الوزيرة إن اللجنة ستبدأ في عملية حصر البيانات المصريين بالخارج، والبداية ستكون من إدارة الجوازات والسجل المدني بوزارة الداخلية. تتوجه وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم إلى العاصمة البريطانية لندن اليوم لإطلاق النسخة الثانية من مبادرة إحياء الجذور مع الجانب اليوناني والقبرصي، فضلا عن الترويج لمبادرة الرئيس لمكافحة فيروسي، وذلك في إطار الترويج للسياحة العلاجية بين الدول الثلاث. وأشارت الوزيرة إلى مشاركة 10 أطباء خبراء من الدول الثلاث في النسخة الثانية من المبادرة، ليكونوا نواة لترويج السياحة العلاجية في إطار التعاون بين الجاليات لدعم العلاقات الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص. قال محمد سعفان وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال إن المبالغ التي تم صرفها من الصندوق التابع للوزارة
بلغت 431 مليون و700 ألف جنيه. استفاد منها 254,952 عاملا يعملون في 1280 منشأة. وأوضح الوزير أن هذا المبالغ المنصرفة كإعانات للعاملين بالمنشآت المتعثرة جاءت منذ بدء نشاط الصندوق وحتى نهاية سبتمبر 2018. كذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسه وزير القوى العاملة، حيث ناقش المجلس الأوضاع المالية للصندوق وتطور الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت. قام حزب مستقبل وطن عدة منافذ بمحافظة القاهرة لبيع البطاطس للمواطنين بأسعار مخفضة بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار البطاطس في الأسواق. ومن جانبه أكد داكر عبد الله من السياسات والتخطيط الاستراتيجي لحزب مستقبل وطن بالقاهرة إن تلك الفعالية تأتي في إطار سلسلة الفعاليات والأنشطة الاجتماعية التي تقوم بها أمانة القاهرة لتقديم الخدمات للمواطنين المصريين. احنا شركاء في هذا الوطن، حزب مستقبل الوطن وحملة احنا معاك دي موجودة على مستوى الجمهورية. اكتر ما فيش نجع، ما فيش قرية، ما فيش حي الا ما تكون بنشارك في المشاركات المجتمعية لحزب مستقبل الوطن. وامانة القاهرة بقيادة النائب محمد ماهر تعليماته كانت واضحة وصريحة ان احنا لازم ننزل للشارع ونعمل مشاركات مجتمعية. مش معقول النهاردة الاقي اهالينا وناسنا في ازمات موجودة من بعض الممارسات الاحتكارية وبعض الممارسات في زيادة في الاسعار واحنا هنقف. لا، احنا شركاء في هذا الوطن بكل ما تحمل الكلمة من معاني. أكتر من 50 فعالية كل يوم موجودة على مستوى الجمهورية، أكتر من 200 مقر وتشكيلاتنا الموجودة، إحنا شركاء مع هذا الوطن في كل حاجة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر ينضم إلينا الزميل أحمد رجب مراسل أكسترا نيوز. أحمد، تحياتي لك وإليك الكلمة. نعم، تحياتي إليك آية وتحياتي للسادة المشاهدين. منذ قليل كنت معك أيضا من منشية ناصر، ولكن هذه المرة من منطقة القلعة. أتحدث عن هذه الحملة التي يقوم بها حزب مستقبل وطن، حملة بعنوان إحنا معاك، خاصة بارتفاع أسعار البطاطس في الأسواق المصرية. والحزب يقدم هذا المنتج وهذه السلعة للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال مجهودات الحزب لتوفير هذه السلعة للمواطنين حتى لا يعانوا من ارتفاع الأسعار. معي الآن الأستاذ محمد المنزلاوي أمين حزب مستقبل وطن من قسم المقطم، يحدثني عن هذه الحملة في هذه المنطقة تحديدا. تحياتي لحضرتك أستاذ محمد، ونتمنى لكم التوفيق دائما. أنا شايف إقبال ما شاء الله، الإقبال كبير جدا من المواطنين على شراء البطاطس من هذا المنفذ وهذا المكان بسبب يعني السعر القليل. إيه الخدمات اللي حضرتك بتقدموها؟ قدمتوا إزاي الخدمة دي؟ يعني إزاي سعيتوا إن حضراتكم تقدموا مثل هذه الخدمة للمواطنين بهذا السعر المخفض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الخدمة دي احنا عملناها في حزب مستقبل الوطن تحت رعاية الحزب وأمانة القاهرة وهيئة مكتب أمانة القاهرة، وتم بناء عليه تعليمات من السيد الأمين العام أمين القاهرة بتواجد شوادر ومنافذ بيع لبيع البطاطس على مستوى أقسام الجمهورية كلها. الشادر اللي حضرتك شايفه ده دلوقتي هو بيخدم اسم المقطم، اسم الخليفة، اسم الدرب الأحمر. التجار الكبار، تجار الجملة، تم التعاون معاهم. ده اللي كنت عايز اسألك عليه يا استاذ محمد، ازاي حضراتكم وفرتوا البطاطس بهذا السعر بالنسبة للمواطنين على الرغم من احنا شايفينها في الأسواق بأسعار مرتفعة؟ تجار الجملة يعني الحمد لله مع الحزب، حزب مستقبل الوطن، ابتدوا ان هم ينزلوا لنا الأسعار ديت علشان الجمهور وعلشان تضامنا مع الشعب المصري مع ارتفاع الاسعار زي ما حضرتك عارف. وابتدينا ان احنا يحصل بروتوكول، والحمد لله ربنا وفقنا فيه كحزب مستقبل وطن مع التجار طبعا، وعشان خاطر الشعب المصري واهالينا الناس الغلابه اللي هي مش قادره تواجه ارتفاع الاسعار. والحمد لله دلوقتي قدرنا نوفر السعر زي ما حضرتك شايف دلوقتي ب 4.5 جنيه، والحمد لله زي ما حضرتك شايف في اقبال كبير من الناس على اساس ان الشادر هنا بيخدم الثلاث اقسام، والحمد لله يعني. انت شايف ردود افعال الناس ازاي؟ شايف الناس لما بتيجي تشتري هل هم مبسوطين؟ شايفين جوده البطاطس كويسه؟ شايفين لا الموضوع مختلف عن الاسواق وارتفاع الاسعار في الاسواق ولا ايه؟ والله الحمد لله الناس، انا شفت ردود الافعال لان احنا هنا واقفين من الساعه 7 الصبح تقريبا،
فالحمد لله ردود الافعال بتاعت الناس مبسوطه جدا بالسعر طبعا، لان دلوقتي هو بيروح يشتري اقل سعر البطاطس دلوقتي كيلو ب 10 جنيه ده اقل سعر، فهو بالنسبه له دلوقتي ال 4 جنيه ونص دلوقتي ده يعني سعر كويس جدا. فردود الافعال الناس ان الناس مبسوطه جدا من الاسعار، وبالعكس ده هم طالبين مش بطاطس بس، ده طالبين خضروات وفاكهه، يعني طالبين كل حاجه يعني. فهنقدر ان شاء الله على قد ما نقدر باذن الله يعني ان الحزب برضه يقدر يوفر متطلبات الشعب المصري. بالتوفيق ان شاء الله. استاذ محمد المنزلاوي امين حزب مستقبل الوطن اسم المقطم، شكرا جزيلا ليك ونتمنى لكم التوفيق، والناس اكيد في انتظار المزيد من الحزب من اعمال مختلفه. شكرا جزيلا. ان شاء الله يا فندم. شكرا يا فندم. اذا ايه يعني كانت هذه لقطه بسيطه من ذلك المكان هنا في منطقه القلعه، حيث ياتي الناس هنا في هذا المكان وهذا الشادر التابع حزب مستقبل وطن لشراء البطاطس بأسعار مخفضة يعني أقل من المتواجدة في السوق. شكرا جزيلا لك وعودة إليك مرة أخرى في الاستوديو. زميلي أحمد رجب مراسل أكسترا نيوز، أنا بشكرك شكرا جزيلا يا أحمد على هذه التفاصيل، وشكر موصول بالطبع لضيفك الكريم. للمزيد عن انطلاق أعمال ملتقى شرم الشيخ السنوية للتأمين ينضم إلينا من شرم الشيخ زميلي إبراهيم عزت مراسل أكسترا نيوز من هناك. يا إبراهيم تحياتي لك وإليك الكلمة. زميلتي آية أهلا بك والتحية لك أيضا من مدينة السلام شرم الشيخ، وتحديدا من مكان انعقاد مؤتمر التأمين وإعادة التأمين الذي انطلق صباح هذا اليوم بحضور وزيري قطاع الأعمال والمالية وكذلك سيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. هذه الجلسة الافتتاحية التي اختتمت منذ قليل، ولكن منذ قليل عادت مرة أخرى جلسات المؤتمر السنوي للاستئناف واستكمال الجلسات التي وضعت في الخطة التنظيمية. ولكن على كل حال مباشرة في هذا اللقاء الخاص ينضم لي الدكتور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر. دكتور أنا برحب بحضرتك بداية على شاشة إكسترا نيوز، ومباشرة نتحدث حول أهداف هذا المؤتمر وربما أبرز الجلسات الذي سيحوي بداية من اليوم وعلى مدار الأيام القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقة المؤتمر احنا عاملينه لمدة 3 أيام، بدأ امبارح ينتهي بكرة إن شاء الله. عندنا الحقيقة المؤتمر أهم أهدافه أنه بيوجد بيئة تتلاقى فيها شركات التأمين المصرية مع شركات عدد التأمين العالمية وشركات وسط عدد التأمين العالمية لعدة أهداف. الهدف الأول يمكن يكون عشان إحنا موسم تجديد اتفاقيات عدد التأمين، بيبقى تجديد اتفاقيات عدد التأمين دي بتبقى اتفاقيات سنوية يتم إبرامها بين شركات التأمين المصرية وشركات عدد التأمين العالمية وبتدخل بعض الوسطاء على التأمين العالميين. الحقيقة دي بداية فترة التجديدات، وكان واجب علينا احنا كلجنة تنظيمية ان احنا نجمع اكبر عدد ممكن من شركات على التأمين العالمية مع شركات التأمين المصرية علشان يتقابلوا مع بعض ويحطوا البرامج بتاعتهم للتجديد العام القادم. الناحية التانية طبعا احنا زي ما شايفين الجلسات ابتدت، الجلسات بتركز، شفنا الجلسة الاولى كان فيها الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بيتكلم على شكل السوق المصري في الفترة اللي جاية، ايه التطورات التشريعية اللي الهيئة هتطرحها للحوار المجتمعي سواء مع الاتحاد او مع بعض المهتمين بصناعة التأمين. عشان اسمح لي في هذه النقطة تحديدا وعذرا على المقاطعة، يعني على سيرة الهيئة العامة للرقابة المالية، هناك استراتيجية بالفعل وضعت من قبل حضراتكم الاتحاد المصري للتأمين وايضا الرقابة العامة للرقابة المالية بهدف يعني الارتقاء وتعظيم القطاع التأميني في مصر، ربما ماذا عن ابرز ملامح هذه الاستراتيجية التي وضعت؟ والحقيقة الاستراتيجية قامت بإعداد الهيئة العامة للرقابة المالية وتم رسالة الاتحاد، والاتحاد يعني الحقيقة ثمن على ما جاء بهذه الاستراتيجية. يمكن كان بين بعض الحاجات اللي احنا برضو حابين تضاف وتم الأخذ بها الحمد لله. الاستراتيجية بمنتهى البساطة بتهدف إلى تعظيم دور سوق التأمين المصري وزيادة حجم الأقساط وزيادة مساهمة أقساط التأمين في الناتج النهائي للدخل القومي. النهارده حجم أقساط التأمين زي ما سمعنا في الجلسة الأولى 24 مليار جنيه. في زيادة عندنا حوالي 33% من 2015 لغاية دلوقتي، ولكن احنا نطمح لأن المساهمة هي في الآخر هي تعتبر 1 أو 1.1 فقط في الناتج النهائي للدخل القومي. نطمح ان هذا الرقم يتضاعف ويمكن كمان
يبقى من 2-2.5-3%. ده كله الحياة الاستراتيجية بتتكلم عليه، بتتكلم على ان حجم الاقساط بسنة بحلول سنة 2022 يصل 50 مليار جنيه، وده ان شاء الله يعني لما نطمح لتحقيقه باذن الله. شكرا جزيلا. واخيرا عن استمرارية المؤتمر، هل سينعقد سنويا في النهارده؟ يمكن كان من ضمن كلمات الافتتاح معالي الوزير خالد فود ومحافظ جنوب سيناء، طلب الحقيقة صراحة ان يكون هذا المؤتمر بهذا التجمع الهائل يكون سنوي، واحنا وعدنا ان شاء الله ان يكون سنوي باذن الله. شكرا جزيلا وبالتوفيق بالطبع لحضراتكم. اذا مشاهدينا الكرام، من هنا من مدينة السلام شرم الشيخ حيث انعقاد مؤتمر التأمين وإعادة التأمين، وزميلتي آية كما تتابع في هذه الجلسة باللغة الإنجليزية، وكما أشار أيضا ضيفنا العزيز أن هناك مشاركة دولية من خلال هذا المؤتمر الذي انطلق بالأمس وسيستمر حتى الغد إن شاء الله. شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وزميلتي آية تكمل ما بدأته مع حضراتكم في هذه الجولة الإخبارية. زميلي إبراهيم عزة مراسل أكسترا نيوز حدثتنا من أرض السلام وتحديدا يعني شرم الشيخ. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات، والشكر موصول بالطبع لضيفك الكريم. في تصريحات خاصة لأكسترا نيوز، قال وكيل وزارة الموارد المائية والري في أسوان محمد الشاروني إن المديرية استعدت لموسم الأمطار والسيول بتطهير 36 مخرا للسيول، إضافة لإنشاء 18 سدا وحاجزا لإعاقة السيول وعشر بحيرات صناعية خاصة بتجميع مياه الأمطار ومن ثم بتصريفها بمياه نهر النيل. الأيام الحالية بيبقى هو موسم السيول بالنسبة لمنطقة الصعيد وجبال البحر الأحمر، وهي المنطقة اللي بيتم فيها سقوط الأمطار على الوديان الطبيعية في المحافظة، وده بيؤدي إلى احتمال حدوث سيول. الوزارة في أسوان استعدت بعمل تطهير ل 36 مقر سيل الصناعي، وهي جميعها جاهزة لاستقبال مياه السيول. والوزارة برضو في هذا الإطار أنشأت 18 سد وحاجز إعاقة بالإضافة إلى 10 بحيرات صناعية، وذلك ل يعني تجميع أي أمطار وكميات من المياه في هذه السدود والبحيرات، وفي حالة فاضة هذه الأمطار بيتم تصرفها عن طريق مخرط السيول الصناعية إلى نهر النيل. عقدت إدارة منظمات المجتمع المدني بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للاتحاد الإفريقي اجتماعا في القاهرة، وذلك قبل القمة الإفريقية المقرر عقدها في ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ. وتهدف الاجتماعات لمناقشة أهمية انخراط تلك المنظمات في جميع مجالات التنمية ودعم حكومات بلادهم في هذا المجال والارتقاء بالمواطن الإفريقي والنهوض ببلدانهم. أعلن مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء تنامي وتوسع خريطة العمليات الإرهابية، وموضحا أن عدد الجماعات الإرهابية والتي نفذت هذه العمليات بلغت 10 جماعات مختلفة. وأشار المرصد في مؤشر أسبوعي معني بتتبع العمليات الإرهابية إلى أن 23 عملية إرهابية نفذت في 8 مناطق جغرافية متعددة تركزت في سوريا والعراق بالإضافة إلى نيجيريا وباكستان، ولافتا إلى أن تلك العمليات الإرهابية والتي استهدفت المدنيين نتج عنها سقوط 101 ما بين قتيل وجريح. في المشهد اليمني، وصلت أول باخرة سعودية إلى ميناء عدن حاملة الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة 60 مليون دولار شهريا لتزويد محطة الكهرباء بالديزل والمازوت في جميع المحافظات اليمنية المحررة ضمن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وبدأت شركة النفط في توزيع 62 ألف طن من الديزل و25 ألف طن من المازوت على 10 محافظات لتشغيل 64 محطة لتوليد الكهرباء على مدار الساعة تحت إشراف
مراقبة من الحكومة اليمنية ليستفيد منها أكثر من 8,500,000 مواطن يمني. قتل 40 من ميليشيات الحوثي وأصيب العشرات في غارات لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تعزيزات عسكرية كبيرة للميليشيات كانت في طريقها إلى مدينة الحديدة. وقال مصدر عسكري يمني إن معارك عنيفة خاضتها قوات العمالقة التابعة للجيش اليمني مع الحوثيين جنوب شرقي الحديدة. أضاف المصدر أن هجوم الميليشيات كان يستهدف إدخال تعزيزاتها العسكرية إلى مركز المدينة. للاقتراب أكثر من المشهد اليمني دعونا نستقبل هاتفيا من الرياض الآن الأستاذ هاني مصهور وهو الكاتب الصحفي اليمني. يا أستاذ هاني تحياتي لك في البداية، وأبدأ معك بأهمية وصول يعني أول ناقلة نفط سعودية إلى ميناء عدن في اليمن برأيك، تفضل. بداية مساء الخير أستاذ آية عليك وعلى المشاهدين ومشاهدات الكرام. بالتأكيد اليوم أعتقد أنه ما قدمته المملكة العربية السعودية في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تأتي في نطاق جدا مهم، ندرك الحالة الصعبة التي مرت على المحافظات المحررة من يوليو 2015 وحالة الكهرباء تحديدا بالمحطات الكهرباء التي عانت بشكل كبير من الأزمات المشتقات النفطية. اليوم اللي أعتقد أنه جدا مهم هذا التقدم باتجاه مشروع الإعمار بشكل جدي وبشكل ملموس، بالتأكيد هذا سيخفف كثير من الاحتقانات على المستوى الاجتماعي تحديدا والاقتصادي. ندرك أيضا أنه هناك محاولة تقوم فيها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة باتجاه تثبيت سعر الدولار مقابل الريال اليمني، اعتقد انه ايضا هذا جهد جدا مهم في نطاق يعني تثبيت على الاقل الوضع الاقتصادي الحالي الذي بالتاكيد متدهور بشكل كبير بسبب سياسات الخاطئه التي كانت عليها حكومه بالدغر والتي تسببت باقالته في بدايه اكتوبر هذا الشهر. في المقابل ايضا اهميه تثبيت الحالة المعنوية عند بشكل كامل لدى المناطق المحررة ستعمل بشكل واضح على التهيئة السياسية للدخول في عملية سياسية واضحة، لأنه كما لاحظنا خلال الفترة الماضية الحالة الاقتصادية أدت إلى كثير من الضغوط على المجتمع بشكل كبير خاصة في المناطق المحررة التي كان من المفترض أن تكون مناطق ناجحة فيها الحكومة الشرعية، ولكن للأسف الشديد هناك اخفاقات كبيره في العمل الحكومي يقابله بالتاكيد هناك يعني عبث كبير من قبل الحوثيين في اغراق السوق المحلي بالعمله سواء المزوره او بشراء العمله الاجنبيه من السوق المحليه مما ادى الى ارتفاعات هائله في سعر الدولار، بالإضافة إلى المشتقات النفطية التي تصل إلى الحديدة وتذهب إلى الحوثيين وتباع بشكل أرخص بشكل كبير من قبل الحوثيين في مقابل ما وهذا ليس جديد على الوضع الميداني في اليمن. سيد هاني مصهور الكاتب الصحفي اليمني أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات، وننتقل وياكم الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة كلمة رئيس الوزراء خلال جولته في محافظة الشرقية لتفقد المشروعات التنموية هناك. أورام اللي تبع جامعة الزقازيق، ويمكن هنبقى في بعض الوقفات الأخرى يعني هنقولها كده إن شاء الله، ولكن أيضا يعني في المدارس طبعا حضراتكم شفتوا يمكن نموذج مدرسة المتفوقين، وأنا اللي كنت حريص الحقيقة إن احنا يعني نزور هذا النموذج لان اول مره نشوف هذا النموذج ونعرضه على المواطنين في مصر. احنا عندنا 14 مدرسه على مستوى الجمهوريه بالمستوى اللي حضراتكم شفتوه ده، وده انا تصوري مع نموذج المدارس اليابانيه والمدارس اللي ان شاء الله هتبقى كلها بنركز عليها، ده هيبقى النموذج يعني جيد جدا لازاي ان احنا نرتفع بمستوى التعليم جنبا الى جنب طبعا مع التعليم العام العادي. ولكن يمكن اللي ما كانش محدد في البرنامج هو زيارة المدرسة الزراعية، وحضرتكم يمكن أكيد خدتوا بالكم احنا أول ما يعني ما نزلنا وخلصنا مدرسة المتفوقين نزلنا على طول على
المدرسة الزراعية، عشان برضو مدارس التعليم الفني الحقيقة من أهم يعني محاور تطوير التعليم اللي إن شاء الله هنشتغل عليها في الفترة الجاية. معالي وزير التربية والتعليم احنا مولينها يعني اهتمام شديد جدا، وشفتوا حضراتكم هو دي نموذج لمدرسة مبنية من الستينات من القرن الماضي، ولكن المدرسة الحقيقة في حالة جيدة جدا ومنتجة، والأولاد بياخدوا يمكن جزء يعني كمان نظير الشغل بتاعهم، بياخدوا جزء يعني دخل يومي بيبقى لهم، وبيطلعوا بعد كده يقدروا ان هم يشتغلوا. المدرسة نفسها المنتجات بتاعتها بتسوق بصورة جيدة جدا في مدينة الزقازيق، فالحقيقة نموذج هذه المدارس الحقيقة يعني من أفضل النماذج أيضا اللي لازم نلقي عليها الضوء ونشجعها، لأن هو هذا النوع من التعليم احنا محتاجين ان احنا بجد نشجعه لأولادنا ان هم يبقوا يعني يدخلوا هذه المدارس ويبقوا يعني متميزين فيها جدا، وانها فعلا ليها دور مهم أوي في هذا الموضوع. يمكن برضو يعني كان ما كانش من المخطط ان احنا نزور جمعية الاستهلاكية، ودي يعني مش محطوطة في البرنامج، وخدت بالكم احنا لفينا كده بصورة مفاجأة ورحنا وقفنا عشان نتأكد من التواجد السلع الرئيسية الغذائية والأسعار بتاعتها، سواء اللحوم أو الأسماك أو الدواجن أو حتى المنتجات العادية، وهي دايما أقل يعني على الأقل 15 إلى 20% من السعر اللي بيبقى موجود في المنافذ العادية اللي موجودة في الأسواق، ويعني السلع كلها متوفرة فيها. فالنهاردة كمان يمكن يعني جزء يعني عزيز جدا على قلبي إن احنا موجودين النهاردة في هذه المؤسسة، مؤسسة الأطفال بلا مأوى، لأن ده نموذج الحقيقة إزاي إحنا بنستوعب يعني أولادنا اللي نتيجة لظروف اجتماعية معينة يعني فقدوا الأسرة أو مبقاش عندهم الاستقرار الأسري. وشوفنا الحقيقة معالي الوزيرة وردتنا مجموعة من النماذج اللي موجودة هنا بقالها سواء شهور أو بعض السنوات موجودين فيها، والنهاردة يمكن عدد كبير جدا منهم النهاردة منتظمين في الدراسة. يعني شفنا في نموذج بدخل الجامعة كمان بالفعل سنة أولى، فالحقيقة بتبقى يعني نماذج مميزة جدا وممتازة، وهذا النموذج من المراكز طبعا الدولة احنا متبنيينه بصورة كبيرة، وزارة التضامن بتدعمه يعني بصورة كبيرة جدا، واحنا كلنا كحكومة يعني هدفنا ان احنا يعني نقضي على هذه الظاهرة تماما من شوارعنا في ضوء التحديات اللي حضراتكم كلكم عارفينها في اللي كانت بتواجه المجتمع المصري في الفترة الأخيرة. احنا لسه هنستكمل زيارتنا، عندنا طبعا الجزء الرياضي فيما يخص الاستاد الزقازيق، وبعد الاجتماع مع الحشد فيه مع اعضاء مجلس النواب هننتقل الى منطقه الصلاحيه، وعندنا مجموعه من المشروعات سواء الزراعيه او الانتاجيه اللي هنبقى بنشوفها ان شاء الله في الفتره الجايه. حضرتك حضرتك انا شرقاويه طبعا، انا صحفيه شرقاويه اخبار اليوم، حضرتك زرت بعض المحلات دلوقتي انا جيت قبل الزياره دلوقتي على انها جمال التعاونيه انا مش فاهمه دلوقتي منافذ استهلاكية. هي منافذ استهلاكية مكتوب عليها جمعيات تعاونية، بس هي مش جمعيات تعاونية. هي منافذ استهلاكية يا فندم. من الجمعيات. لا بس فيها حاجات تموين يا فندم، فيها حاجات بيتطبق عليها التموين والكلام ده كله، يعني هي منافذ. تشتري على ان دي جمعية تعاونية على انها بس هي ما زال السعر بتاعها يا فندم اقل من سعر السوق اللي بالمقارنة بنفسها. يعني بتبقى منافذ يا فندم. على فكرة هقول لحضرتك حاجة، احنا النهاردة دي ما كانتش مخططة خالص. ايوه يعني احنا حضرتك انا طلبت من السيد المحافظ واحنا قاعدين نلف ونشوف اي يعني منفذ من المنافذ الاستهلاكيه اللي موجوده على اعتبار، وانا كنت مع السيد معالي وزير التموين كنا يعني بساله، قال لي يعني هنا الثقافه نتيجه لان طبيعه يعني اهل الزقازيق كلهم تجار، فيعني المحلات بتبقى منتشره في كل مكان، فبالتالي المنافذ دي موجوده صحيح، واهم حاجه سعرها ايه وهو ده الاهم. ليه اسم الجمعيه التعاونيه بالمواطن؟ لان هي أرد أرد هناك المجمعات الاستهلاكيه، وحضرتك مع دوله رئيس الوزراء دخل احد منافذ بيع الاسماك واللحوم المجمده واللحوم الفصل، وفي حاجه اسمها التعاوني، في حاجه اسمها التعاونيات، التعاونيات تحت اشراف وزاره التموين، ولكن دي مجموعات تعاونيه لا تهدف للربح، وينظمها قانون التعاونيات، ويوجد حوالي اكثر من 13,000 جمعيه تعاونيه موجودين على مستوى الجمهوريه، ولهم مجلس اداره، ولو تسمعي اسمها احمد عبد الظاهر رئيس مجلس الله والاشراف. بس نعرف انهم اجروا المحلات دي اشراف عاديين. لا موضوع اخر، ده جمعيه لو اجرته تفرق مع حضرتك ايه لو متاجر؟ ان انا كمواطن هخش انا دي جمعيه فاشتريت حاجه ولا لا؟ يا فندم المواطن عنده من الوعي، والسعر بيكتب على السلعه وبالتالي يستطيع ان يقارن. وبقول لحضرتك حتى لو اجر التعاونيات، التعاونيات لا تهدف للربح،
وبالتالي بتدي الحل. وانا بقولها مع دولة رئيس الوزراء، الاعتناء بالتعاونيات. التعاونيات هي جزء حل مجتمعي جيد جدا، ان بننشئ سواء منفذ للسلع، سواء في تعاونيات انتاجية، في تعاونيات استهلاكية، في تعاونيات للاسكان تبع حضرتك من قبل كده طبعا، في تعاونيات. فمفهوم التعاونيات مفهوم جيد جدا، بحيث يستطيع ان يدي المنتج سواء سلعة استهلاكية او انتاجية او سكن او كذا بالتكلفة بسبب هي لا تهدف. جهود الحكومة يا فندم فيما يتعلق بمنع الاحتكار للسلع، يمكن عملية البطاطس اظن دولة رئيس الوزراء يعني اول واحد، يمكن انا كنت من اسبوع ولا 10 ايام لقيت مكالمة من معالي دولة رئيس الوزراء بيقول لي ايه موضوع كذا وكذا وكذا. قلت له حضرتك الساعة 2 واحنا عندنا اجتماع، وانا بقول بالحرف الواحد كده. درسنا الموضوع ولقينا فعلا في ظواهر نوع من الاحتكار في بعض السلع، وبالتالي سلطات الدولة انها لا يمكن سماح بحد السلعة عن التداول. واحنا بنرحب بكل التجار الشرفاء وبنرحب بكل الممارسات الجيدة، ولكن اي تصرف غير جيد وابتنازل السلعة لرفع السعر هذا مخالف، وتم تنفيذ القواعد والقوانين المنظمة لذلك. واعتقد الجميع يشعر ان سواء الارتفاع المبالغ فيه اللي حصل في بعض السلع زي الطماطم والبطاطس اعتقد ابتدى ينحصر، والمعروض النهارده معروض عليا 10,000 طن بطاطس موجودين في الدقهليه ولسه بننسق وانا في العربيه ان احنا نروح نستلمهم. التجار نفسهم ابتدوا يعرضوا ما كان موجود حتى لا يقع تحت طائله القانون، وان هو بخلد ولا يعرض السلع. حضراتكم دي يعني ممارسات يعني خلينا نتكلم بصراحة يعني غير جيدة من التجار. احنا بنقول عايزين الدولة لما بيحصل هذه النوعية من الممارسات الخاطئة، ويمكن يعني بناء على هذا الموضوع في يعني دلوقتي احنا شغالين مع معالي وزير التموين ووزير الزراعة على تحديد ايه هي هذه نوعيات السلع، وبتبقى امتى الفترات اللي احنا بنسميها العروات، اللي بيبقى ما بين العروات الحرجة اللي بيبقى فيه فترة معينة نتيجة لان المحصول طلع ولسه عبال ما نزرع تاني، وتبقى فيه فترات بينية كده، بيبقى هي دي دايما اللي ممكن يحصل لو في ممارسة يعني استغلال بيحصل، بقى التجار يستغلوا هذا الكلام. احنا دلوقتي علشان بنحط بقى تخطيط على مدار السنة يبقى معروف امتى توقيتات هذه النوعية وامتى بيحصل يعني ممكن هذه النوعية من الممارسات، عشان يبقى عندنا على طول التدخل، وان يبقى على طول موفرين هذه السلع على مدار السنة وعلى مدار الايام كلها. فدينا لازم ان احنا بنقول المفروض الطبيعي مع كل المواطنين الشرفاء والاسوياء انه ما يحصلش هذا الكلام، لان المنتج موجود، ولكن ان فكرة الاختزان علشان ان انا اعلي السعر واعمل هذا الاجراء احنا مش هنقبله، وبالتالي هيبقى عندنا الاجراءات التحرزية والاستباقية عشان ان شاء الله ما يحصلش هذا الكلام مستقبلا باذن الله. فدي بس انا حابب ان احنا نقولها باذن الله في هذا الموضوع. شكرا. شكرين. اهلا بكم من جديد. اعلن المتحدث باسم الرئاسه الروسيه كريملين ديمتري بيساكوف بدا الاعداد للاجتماع المحتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الامريكي دونالد ترامب في باريس، والمقرر له يوم 11 من نوفمبر المقبل. وقال بيساكوف أنه لا توجد تفاصيل حول الاجتماع المحتمل بين بوتين وترامب، غير أن الإعداد لهذه المحادثات قد بدأ. أكد مسؤول في وزارة الطوارئ الإندونيسية مصرع جميع ركاب الطائرة المنكوبة، وقالت وكالة البحث والإنقاذ إنها عثرت على بقايا الطائرة التي تحطمت بعد إقلاعها من جاكرتا في مكان فقدان الاتصال بها. وأكدت وزارة النقل الإندونيسية في مؤتمر صحفي إن الطائرة سقطت في البحر على الساحل الغربي من جزيرة جاوا الإندونيسية، وكانت تقل نحو 188 شخص على الأقل، فيما لم تبد أي أسباب لسقوط الطائرة، داعية إلى انتظار نتائج التحقيقات. We'll be right back.
ختاما تذكير بعناوين النشرة. الرئيس السيسي يلتقي بنظيره الألماني في العاصمة برلين. رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الخدمية والتنموية في الشرقية. وصول أول ناقلة نفط سعودية إلى ميناء عدن اليمني. انتهت النشرة. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. دمتم في رعاية الله وأمانه.